عاد لودريان إلى لبنان مرة أخرى والتقى الزعماء والفرقاء. ماذا يحمل في لقائه مع الزعماء؟ ماذا يقول له؟ ماذا يعرضه؟ تحياتي لك ولفريق العمل. أهلا بك. للمحاور الكريم الأستاذ أمين ولكل من يتابعنا. لودريان بعد تعيينه من قبل الرئيس ماكرون نعلم جيدا أتى في جولة أولى، حاول من خلالها الاستطلاع، حاول أيضا الدفاع عن الخطة التي كانت قد وضعتها فرنسا سابقا، أي مقاربة الإتيان بسليمان الفرنجي رئيسا ونواف سلام رئيسا للحكومة، لكن ذلك على ما يبدو لم يمر. ومن هنا كان اللقاء الخماسي في الدوحة، وهذا اللقاء في الدوحة لم يكن على مستوى تطلعات فرنسا، إذ أن هناك عودة إلى الوراء مع بيان أشبه بخريطة الطريق وأشبه بنوع من العودة إلى البيان المشترك الأمريكي الفرنسي السعودي لسبتمبر أيلول من العام 2022. يأتي إذن لودريان بشكل أو بآخر لرفع العتب وليقول أن الدور الفرنسي مستمر، لا مبادرة فرنسية جديدة يحملها، ربما أقصى ما حمله وما تسرب اليوم هو موضوع محاولة إقناع الفرقاء بمشاورات في سبتمبر أيلول القادم حول اسم الرئيس، لكن لا أعتقد أن الأطراف اللبنانية كافة، يعني غالبية الأطراف غير متحمسة لذلك، ولا أعتقد أن ذلك يحظى بتغطية دولية، لكن فرنسا تحاول منع دولة قطر من البدء بحراك واسع. على ما يبدو هناك سفير قطري جديد، هناك تحرك قطري من أجل طرح الخيار الثالث، كأن هناك تنافس ما بين فرنسا وهذه الدولة على إدارة هذا الملف. سيد خطار، تقول لنا إن زيارة، يعني لن أستطيع أن أقول لودريان كما تقولها سيد خطار، خلينا يعني نقول لودريان، أو نقول مثلا مبعوث الرئاسة الفرنسي. حضرتك تقول إن مبعوث الرئاسة الفرنسي جاء فقط لرفع العتب، لنفض اليدين، لتأدية الواجب، يعني ليس لنفض اليدين، بل نعم لتأدية الواجب، لكي يقول إن الدور مستمر، وأن النكسة التي تلقتها فرنسا بعدم تمرير مقاربتها لن تثنيها عن محاولة الاستمرار في إدارة الأزمة. يعني هناك عناد فرنسي بالرغم من أوضاع فرنسا الداخلية الصعبة جدا، بالرغم من عدم وجود كما قلت هذا التوافق الإقليمي أو الدولي، كل الدول الأخرى لم تكن على نفس المستوى من التطلعات، ولذلك مجيء لودريان ليس هو بالموفد، موفد اللقاء الخماسي، هو يأتي في الوقت الضائع لكي يحاول أيضا نقل رسالة اللقاء الخماسي للأطراف اللبنانية، حاولوا خلال هذا الصيف التوافق على شيء ما، لا تتأخروا كثيرا وإلا هناك إجراءات، نسمع عن هذه الإجراءات منذ فترة طويلة، وضع لبنان لم يعد يحتمل، لكن المسألة هي معقدة جدا، لأن المسألة هي ليست فقط في الأسماء، المسألة في الخيارات السياسية، والمسألة في محاولة كل طرف تحسين أوضاعه قبل إنهاء هذا الشغور الرئاسي الذي يكاد يفرغ المؤسسات ويكمل انحلال الدولة.